بعد الانتهاء الآن انتهينا من العمليات الميدانية، إذن تحصلنا على كل المعطيات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية التي قمنا بزيارتها. الآن نحن بصدد تعبئتها على المستوى المنصة الرقمية المركزية، وبعد ذلك تأتي مرحلة تحليل البيانات، وهذه المرحلة بعدها بعد الانتهاء منها سوف نتحصل على المعطيات الأولية، والتي سوف تخص العقار الفلاحي، توسع العقار الفلاحي حسب حجم المستثمرات الفلاحية، بالإضافة إلى معطيات أخرى متعلقة بعدد رؤوس المواشي، المكنانة، مصادر المياه المستعملة، كل ما يخص العمالة واليد العاملة المستخدمة في النشاط الفلاحي. وبعدها فلما نقدم النتائج النهائية سوف تكون عندنا معطيات أدق تخص التوزع الجغرافي. في القيام بعمليات الخاصة بالإحصاء العام الفلاحي لسنة 2024 قمنا بتجنيد أكثر من 7000 عون إحصاء يقومون بالمقابلة المباشرة على المستثمر على مستوى المستثمرات الفلاحية، بالإضافة إلى 1400 مراقب ويؤطرون من قبل 120 مشرف وطني، بالإضافة إلى إشراف مركزي عن طريق 29 مشرف وطني. كل هذه الكوادر البشرية تلقت التكوينات الخاصة بالقيام لهذه العملية، أين أمددناهم بكل ما هو جوانب تقنية وعملياتية خاصة بهذه العملية، بالإضافة إلى إدخال وإشراك التكنولوجيات الحديثة في الإحصاء العام الفلاحة، إنه عملية إدخال البيانات تتم على المستوى المحلي عكس ما كان عليه في 2001، أين خصصنا عدة مراكز لإدخال البيانات على المستوى المنصة الرقمية والتي طورت خصيصا لهذه العملية. أعوان الإحصاء قاموا بزيارة أكثر من 1,260,000 مستثمرة فلاحية موزعة عبر كامل التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. هذا ما مكننا من الحصول على المعلومات الأولية والتي تخص عدد المستثمرات الفلاحية المتواجدة الآن على مستوى التراب الوطني، والتي تقدر بأكثر من 230,000 مستثمرة فلاحية عن العدد الذي تحصلنا عليه في الطبعة الثانية في الإحصاء لسنة 2001. وهذا دليل على أنه التغيرات التي طرأت على قطاع الفلاحة من بروز أقطاب جديدة للنشاط الفلاحي، وذلك من خلال البرامج المسطرة لاستصلاح الأراضي وتوسيع المناطق التي تشهد نشاط فلاح سواء كان مخصص للإنتاج النباتي أو الحيواني.